وبركاته. يا طلاب الصف السابع أهلا. هذا الدرس الثاني من كتاب السوسيال، الوحدة الثالثة، ترك تاريخ هند يلجلوك. هذا الدرس مهم جدا، جميل جدا، غير مجرى التاريخ. اليوم سنتكلم عن كما ترون ملاز جرت. ملاز جرت اسم مكان جرت فيه معركة مهمة عام 1071 غالبا، سنراه الآن في الدرس. هذه المعركة نتيجة هالمعركة أرض الأناضول تحولت إلى أرض إسلامية. قبل هالمعركة كانت أرض الأناضول أرض مسيحية تحت سيطرة الروم البيزنطيين. بعد هالمعركة غيرت وجه التاريخ كما نقول، وجعلت أرض الأناضول أرض تابعة للمسلمين بفضل الفتوحات التركية ونتيجة لهالمعركة. طيب كيف صارت هالمعركة؟ ما هي أحداثها؟ أول شيء الآن هذه أرز روم، هذه مدينة مش، ملاز جرت هو هنا، وترون في هذه الزاوية بحيرة، هذه البحيرة اسمها بحيرة وان، هذا مكانها بشكل يعني موسع على الخريطة الصغيرة. على الخريطة الكبيرة هنا يعني هذه، إذا حاولنا نلاقي ملاز جرت، سهل ملاز جرت وين بنلاقي هون؟ يعني لازم يكون هيك هون، نكبر أكثر، هي فوق بحيرة وان بشوي. بحيرة وان وينها؟ في هالمنطقة في شرق تركيا. ونتيجة نتيجة لهذه المعركة والانتصار اللي فيها، المسلمين صاروا يتوسعوا حتى ملأوا هذه الخارطة، وتشكلت بعد الدولة العثمانية. الآن هذا هو الكتاب، الصفحة كم؟ 55، لكن سنقرأ من الملخص توفيرا للوقت، وأنتم تعودوا فتقرأوا من الكتاب. يعني حبذا لو الملخص كتبتموه على الدفتر وقرأتم الكتاب مرة ومرتين من الكتاب حتى تكون المعلومة، وكما يقولون في القراءة العميقة، أغمضوا عيونكم وتخيلوا أنفسكم في أرض المعركة وشاهدوا ماذا يحدث. ملاز جرت سماش بين يتمشبير 1071. شو صار بهالحرب؟ أناضولويا يابلان ترك أكنلرنن أكترا أرترك أرترك دوام إتمسي أزريني أزرينا دو سورونو تماماً حلتمك استيان روما. أيوة دو سورونو تماماً حلتمك استيان رومان ديوجين بيكبر أردو إلى حركة جشتي. طيب شو صار؟ أناضولو يا يابولان ترك أكنلر، أناضولو يا إلى الأناضول، يابولان الذي عمل، ترك أكنلر الهجرات التركية، التحركات التركية، هجرة القبائل التركية إلى الأناضول. أرترك زادت دوام إتمسي وظلت مستمرة، أزرنا عليها يعني من شانها، في واحد كان رئيس البيزنطيين اسمه رومان ديوجين غضب كثيرا وأراد أن يتخلص من الحالة. شو بدنا ترى؟ شو بدها القبائل التركية عم تجي تستوطن في شرق الدولة البيزنطية؟ فشو عمل؟ دو سورونو، هي المشكلة الشرقية اللي كانت بالنسبة له بشرقه كما شفنا هي بشرق تركيا، تماما هلت مك استيان، تماما بشكل كامل هلت مك يحل هالمسألة استيان الذي أراد رومان ديوجين بيكبر أردو جيش كبير إلى حركة جشتي. مع جيش كبير حركة جشتي انطلق إلى الحركة، هذا القائد تحرك بجيش كبير. ملازغرت أوفاسندا كارشلاشان إكي أردو، في منطقة ملازغرت هو حرك جيش كبير حتى يحارب المسلمين الموجودين في هالمنطقة ويطالعهم وما يخليهم يجوا أكثر من هيك. في منطقة ملازغرت اللي شفناها بالخريطة كارشلاشان تقابلوا إكي أردو جيشان أرسندا بيناتهم تاريخين أن أنهم لسواش لرندنبري، تاريخين التاريخ أن أنهم لسواش لرندنبري من أهم حروبه ميدانا جالدي، جاءت إلى الميدان يعني حدثت أهم من أهم المعارك التاريخية حدثت في هذا المكان. أصلاً كوموتاسندكي بيوك سلجوكلو أردوسو، كان جيش المسلمين اسم للدولة السلجوقية بيوك سلجوكلو أردوسو، الجيش السلجوق الدولة جيش الدولة السلجوقية الكبرى كان بقيادة القائد ألب أرسلان.
كان قائد الروم من البيزنطيين رومان ديوجين. من اللي فاز؟ ألب أرسلان كوموتاسن داكي بيوك سلجوك الأردسو الجيش السلجوقي المسلم بو سواش كزاند ربح وانتصر في هذه المعركة. بالجينوتو ملاحظة معلومة، الروم قبل ما نقرأ المعلومة نقولها بعدين نقرأها. الروم أو البيزنطيين لما دخلوا إلى هالمعركة وكانت معركة كبيرة، عملوا مثل ما بيعملوا أعدائنا اليوم، جابوا ناس أتراك قالوا لهم قبائل تركية، قبائل الأوز مكتوبة بالخط الأحمر أوز وكبتشاك وباتشانك، اجوا لعندهم قالوا لهم خذوا هذا ذهب، خذوا هاي مصاري وتعوا حاربوا معنا. ملازغرت بعدين شو صار؟ هل القبائل التركية تركت البيزنطيين لأن عرفتهم أنهم أعداء وانضمت للجيش السلجوقي وحاربت معهم البيزنطيين وتسببت في هزيمته؟ ملازغرت سواشن دا في حرب ملازغرت بيزنس أوردوسون دا بارالي أسكر، بيزنس أوردوسو في الجيش البيزنطي بارالي أسكر، عسكر مأجور موظف أولاك غريف يابان اللي كانوا موظفين على أنهم عسكر مأجورين، أوزو كبتشاكو باتشانك لر جيبي ترك بويلر هالقبائل التركية بوي قبيلة سواش سرسند أثناء الحرب بيوك سلجوقلو أردوسو جيش الدولة السلجوقية الكبرى الجيش المسلم صفلرنا جتشارك انحازوا إلى صفوفهم. هذا شو عمل؟ سواشن كزنل مصندا في فوز الحرب اتكلي أو مشتور صار مؤثر، يعني لما المسلمين ساعدوا المسلمين في المعركة ساعدوا إخوانهم، هذا شيء ساهم في النصر. سواش سنوندا نتيجة المعركة بيزنس إمبراطورو أصير أسير ألوند. نتيجة المعركة مو بس ألب أرسلان انتصر، لا ألب أرسلان أخذ قائد الروم يلي هو ديوجين، ما بعرف شو كان اسمه، رومان ديوجين، أخذوا أسير مقيد. سواش سنوندا بيزنس إمبراطورو أسير ألوند أخذ أسيرا، ألب أرسلان القائد بيزنس إمبراطورونا دوستشا كارشلد، يعني القائد قائد المسلمين ألب أرسلان قائد الجيش السلجوقي الكبير انتصر بالمعركة ضد البيزنطيين وأخذ قائدهم أسير، لكن عندما أخذ قائدهم أسير لم يعذبه ولم يضربه ولم دوستشا كارشلد، دوستشا بشكل ودي، كارشلد قابله بشكل ودي، قابله بشكل كأنه صديقه، دوست صديق أنون لا أنلاش ما يقرك، عمل معه اتفاقية وصار بس بركته، قال له تعال نحن نتصالح، انتو ما تهاجمونا ونحن ما منهاجمكم ونعيش بسلام، وعمل معه اتفاقية وقع الاتفاقية وقال له تفضل روح انتحر. كان بإمكانه يقطع رأسه بضربة، خصوصا انه هو المنتصر وهذا قائد جيش الأعداء، يحكم عليه بالإعدام هذا حقه الطبيعي، لكن قابله بود لأنه ما كان بده يأذي الناس، كان هدفه انه بس العيش بسلام، فعمل معه اتفاقية لو نحن منتفق انه ما نحارب بعض نكون أصدقاء وتركه أنجاك. لكن شو صار؟ بيزنس إمبراطور لو الإمبراطورية البيزنطية مو هالقائد عمل معاهدة شالوا هالقائد وتخلصوا منه. حكم دار دي شكلي أو مشتو غيروا الحكم دار، مو هاد الحكم دار عمل اتفاقية شالوا غيروا القائد تبعهم، غيروا الرئيس تبعهم بونا دنلا يعني إمبراطور لهالسبب الإمبراطور الجديد سلجوقلو لو إلى يبلان أنلاش ماي قبول إتمدي. الإمبراطور الجديد هل أنلاش ما اتفاقية السلام قبول إتمدي ما وافق عليها، وشو عمل؟ سلجوقلو لو إلى يبلان أنلاش ماي قبول إتمدي ما قبل الاتفاقية بنون أزرنا على أعقاب ذلك، يعني ألب أصلان أردوك مطان لرنا. بعد هالشي ألب أصلان مد يد السلام والمصالحة وما راد الحرب، لكن الإمبراطورية الرومانية ماذا فعلت؟ غيرت الإمبراطور تبعها ولغت الاتفاقية. فألب أصلان ما هو شخص ضعيف، شخص قوي، فماذا فعل؟ بنون أزرنا على أعقاب ذلك ألب أصلان أردوك مطان لرنا، ألب أصلان قال لقادة الجيش تبعه جدين روحوا أنادولو دا فتح التينيز يرلر فتح إدنانين مالنا ألسون، روحوا اللي بيفتح أراضي الأناضول كل واحد فيكم يا قادة بيفتح شيء من أرض الأناضول بتكون تحت قيادته بيكون قائد عليها. جدين أناضول ده فتح التينيز يرلر الأماكن اللي تفتحوها في الأناضول فتح دانين الفاتح ملوء الصن لتكن ماله، يعني لتكن تحت سلطته وتحت قيادته.
ما رضوا بالسلام، فقال لهم ما بدكم سلام، بدكم حرب. تفضلوا بعض قادة الجيش وقال لهم افتحوا الأراضي اللي بدكم تفتحوها، كل أرض بتفتحوها أنتم أمراء عليها. أمريني ورراك، أعطى هذه الأوامر أون لر فتح وغزان إلى غوريفلاندر دي. غوريفلاندر دي وظفهم أون لر لقادة الجيش فتح وغزان، بالفتح والغزو، وبدأت المعارك. شو صار بعدين؟ تصوير ليس جيد، رايح ربع الكلمات، لكن معلش بنفهم عليها. ملازغرت ظفريني إزليان، يعني بيش ألطي يلق سردة، بيش ألطي يلق سردة بفترة أربع خمس سنين ست سنين. إزليان التي تعقب ملازغرت ظفر، يعني بعد معركة ملازغرت بأربع خمس سنين بخمس ست سنين شو صار؟ أناضول نون بيقبل مو الجزء الكبير من الأناضول، ترك حاكمية ناجردي دخلت تحت حكم ألب أرسلان وجنوده تحت قيادة الأتراك والمسلمين. أركا أركايا، شو هالتصوير السيء يا حسن. مهم لما انتبه يعني قبل القراءة أظن. أركا أركايا يعني الجياء أوريان، أركا أركايا وراء بعض يعني الجياء هزيمة، أوريان الذي وقع، اللي وقع في الهزيمة وراء هزيمة بيزنس، قوة لري قوات البيزنطيين اللي صارت تحت الهزائم هزيمة تتبعها هزيمة. ترك بويل ترك بويلرنن إلارلمسيني، ترك بويلر القبائل التركية إلارلمسي تقدمها أنجل يمدي لم تستطع إعاقة هذا التقدم. بويلجا وهكذا أناضول بلاد الأناضول، ترك يردو هارينا جالدي، ترك يردو وطن الأتراك وطن المسلمين هارينا جالدي صارت إلى حالة، يعني بهاك وهذا الشكل صارت هالبلاد بلاد إسلامية. أوروبا دا في أوروبا، أناضول تركيا أولارك أدلندر المايا باشلندر، في أوروبا أناضول بلاد الأناضول تركيا أولارك أدلندر المايا باشلندر، باشلندر بوديئة أدلندر المايا التسمية أولارك على أنها تركيا. بدأوا الأوروبيين يسموا بلاد الأناضول تركيا بعد أن كانت للبيزنطيين. هذا مين؟ هذا ملازغرت سواش تمثيلي رسم. هي الرسمة هي صورة بتوضح أو صورة تشبيهية لمعركة ملازغرت. هذا قائد شخص على حصان وشخص وناس بتحارب وصيوف وخناجر وحرب، أعاذنا الله من الحرب وانتهجها الحرب. سيدنا محمد قال لا تطلبوا الحرب، لا تطلبوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فثبتوا. لا تطلبوا الحرب، لكن إذا انكتبت عليكم الحرب فلا تهربوا وقاتلوا يعني واصدقوا. ملازغرت سواشنن سونوشلار، نتائج الحرب، شو نتائج الحرب، شو صار بعد الحرب؟ أناضولونون كابولار تركلار أتشلد. بعد الحرب أبواب الأناضول أناضولونون كابولار تركلار للأتراكي للمسلمين أتشلد فتح، يعني فتحت أبواب الأناضول لكل واحد مسلم بده يهاجر لهالمنطقة، لأن المنطقة صارت تحت الحكم تحت حكم المسلمين. اثنين، النتيجة الثانية، أناضول دا بيلك دونامي باشلد، بالأناضول بدأت فترة البيلك. مو ألب أرسلان قال لقادة الجيش اذهبوا افتحوا المناطق وكل منطقة بتفتحوها هي تحت قيادتكم، فبدأت مرحلة قيادة هالأشخاص، فصار شيء اسمه شو بيلك دونامي. بيلك مثل إمارة مرتبطة بالقيادة، يعني تابعة للدولة السلجوقية لكن تحت قيادة أشخاص معينين، فصارت عبارة عن إمارات، يعني ابتدأت مرحلة الإمارات في الأناضول. النتيجة الثالثة، أناضول دا ترك إسلام هاك إلارليشي باشلد، أناضول دا في الأناضول ترك إسلام إلارليشي التقدم التركي والإسلامي باشلد، يعني بالأناضول بدأ التقدم التركي والإسلامي. أظن صلنا النتيجة الرابعة الخامسة، ما في رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة، ترك إسلام إلارليشي، يا إلهي الخط يعني مهم، عذرا التصوير ما كان جيدا. ترك إسلام إلى ليشي تقدم التركي والإسلامي هاتش لسفر لرينا ندن قلدو صار سبب للحروب الصليبية، يعني المسلمين الأتراك دخلوا إلى هالأمكنة وسيطروا عليها وأقاموا فيها دولهم. هذا الشيء ملأ قلوب البيزنطيين والروم غيظا وصاروا يجمعوا حالهم ويروحوا الناس والقساوسة في الشوارع ويقولوا للشعب ولكل الناس تعالوا امشوا على بلاد المسلمين نحاربها نستعيد القدس نستعيد بلاد الأناضول وهيك.
هاي صارت سبب الحملات الصليبية، صاروا الغرب الأوروبي وهيك يتجمعوا بجيوش كبيرة جدا ويحاولوا يجوا يستعيدوا بلاد الأناضول وبلاد الشام وفلسطين. صارت سبب للحملات الصليبية. طبعا في تلك الفترة كانت أوروبا في قمة الانحطاط، كانوا المسلمين في قمة قوتهم، لذلك كان الأوروبيين يفكروا في بلاد الشرق على أنها بلاد الذهب وبلاد المال وبلاد وبلاد العلم وبلاد كل شيء، فكل واحد بده المكاسب بيقول الروح على الشرق، كما نحن نفكر الآن ببلاد المتطورة. المهم النتيجة الأخيرة بيزانس مغلوب إديلرك، البيزنطيين صاروا مغلوبين يعني هزموا، فيرجيا بالاند صاروا يدفعوا الضريبة وحكم دار أسير ألند، وشو رئيسهم صار أسير، يعني تم أسر قائدهم كما شفنا في القراءة. بيلقي نوتو ملاحظة مهمة بين يتمش بير تاريخي تاريخ 1071 تركيا تاريخين باشلن جي قبول لدى المشتر، قبول لدى المشتر يقبلوا ايه يقبلوا على انه تاريخ بداية تاريخ تركيا. يعني تركيا ايمت بدأ تاريخها؟ معركة ملازغورد. صارت معركة ملازغورد، صار فيها النصر، نتيجة لها النصر استطاعوا المسلمين الاتراك يأتوا الى هالمنطقة وينشروا فيها الاسلام وتصير وطنهم. يعني بداية تاريخ تركيا هو 1071. ويار تحذير، شو عم بيقول هالتحذير؟ ان شاء الله نقدر نفهم هالخط المغبش. أناضولونون ترك يردو أولماسن دا، هذا تحذير مهم أو معلومة مهمة. أناضولو بلاد الأناضول ترك يردو أولماسن دا في كونها بلاد الأتراك أسكرلرين بشارسة ينندا أسكرلرين بشارسة نجاح العسكريين ينندا إلى جانبه. يعني تركيا فتحوها قادة عسكريين بس ما هن اللي نشروا فيها الإسلام، لأن يعني أهل المنطقة ما بصيروا مسلمين إذا أجا قائد عسكري فتحها ذاتا، ما بيجوز الإجبار على الدخول في الإسلام لا إكراه في الدين. فكيف لكن بلاد الأناضول امتلأت بالمسلمين؟ عسكريين بشر ينندى إلى جانب النجاح العسكري بويني وطنا قلام بلم إنسانları بلم إنسانları الأشخاص العلماء اللي إجوا على هالوطن، صناتشلار والفنانين تجار والتجار والأصناف يعني العمال المهرة جروبلر هالمجموعات إلى شيخ ودرويشلر والشيوخ والدراويش يعني العلماء الدين والمتصوفة أنملي كاتكلار أولدو، صار لهم تأثير مهم. يعني العلماء والفنانين والصناع المهرة الحرفيين وعلماء الدين والأشخاص الصوفيين اللي بيحسوا الناس على الأخلاق والطيبة وهيك، هدول شيخ ودرويشلر أنملي كاتكلار أولدو، صار لهم تأثير مهم في إنشاء هالبلاد. مولانا جلال الدين رومي، جلال الدين الرومي، حاجي بكتاش ولي، يونس أمرا أمرا أهي أفران بون لرا أين بوزال أورنيك لريدي، من أجمل الأمثلة على هالشي. يعني إذا رحنا على الكتاب في عنا صور هؤلاء الأشخاص، يعني الآن القائد العسكري إجا قواد العسكريين إجوا إلى هالمنطقة وانتصروا على البيزنطيين. أهل هالمنطقة كيف بدي يتعرفوا على الإسلام؟ كيف هالمنطقة ستبنى بشكل جيد؟ كيف ستدار المنطقة بشكل جيد؟ جاء إلى هذه المنطقة العلماء، وجاء لها الصناع الحرفيين، وجاء لها الفنانين، وجاء لها علماء الدين مثل هذا أهي أفران، هو من علماء الصوفية لكنه كان مهتم جدا بالأخلاق. حتى إلى الآن هو هاد أهي أفران أظن في مقرر صف العاشر يمكن أو الحادي عشر بيحكوا عنه بشكل تفصيلي كيف قام بتقسيم الناس الحرفيين إلى مجموعات، مجموعة الصناع في عمل كذا في عمل كذا في عالم كذا، وكمان علمهم لكل مهنة قواعد معينة، قواعد أخلاقية، قواعد تربوية، قواعد في التعامل مع الناس، حتى كانوا الناس وصل لدرجة أخلاقية عالية إنه إذا في اثنين بياعين تجي تشتري من عند الأول ببيعك، إذا واحد تاني إجا يشتري من عند الأول بقول له لا تشتري من عندي، اشتري من عند جاري لأني جاري لسه ما باع أبدا. فهؤلاء الأشخاص ارتقوا بأخلاق الناس وجعلوا أخلاقهم عالية وخلوهم يعني يعرفوا هيك شغلات الدين والأخلاق وهيك، والعلوم وكلها انتشرت بفضل علماء الدين وعلماء الأخلاق وصناع المهرة وعلماء الطبيعة وهيك. يونس أمرا وهجبكتاش
مولانا جلال الدين الرومي لهلا كلمات تؤخذ على انها حكم. المهم انتهت معركه ملازغرد. ناتي الان على سؤال مثال، سؤال عم بيقول جاء في الامتحان عام 2010. شو هو السؤال؟ نقرا السؤال. مولانا يعني جلال الدين الرومي، يونس امراء الشاعر العالم، وحاج بكتاش ولي، وحاج بكتاش اناضول دا في الاناضول يا شملر الحياه أشادك لردن في الأسفل هانجي سينا، من أي واحدة منهم صالة مشتر؟ كت قصة صالة مشتر حققوا تأثير، يعني جلال الدين الرومي، يونس أمرا، وحاج بكتاش ولي شو عملوا بالأناضول؟ آه ولا بي ولا جي ولا دي؟ آه بقول أناضول يا يوناليك مول تهلك سنين أن لما سينا أن لمك منع، منعوا تهلكة المغول عن الأناضول، يعني منعوا المغول من أن يهاجموا الأناضول. بي ترك اسلام كولتورونو اناضوليا يرشمسينا، ترك اسلام كولتورو الثقافه الاسلاميه التركيه اناضوليا الى الاناضول يرشمسينا في استيطانها، يعني ساهموا في استيطان الثقافه الاسلاميه التركيه في الاناضول. جي اناضولو دا ترك سياسي برلينين صالا النص، اناضولو في الاناضول، اناضولو دا ترك سياسي برلين وحده سياسيه بتركيا صالا مصنع تحقيقها، يعني ساهموا في تحقيق الوحدة السياسية. دي مدرسة لارين المدارس التعليمية ونم كزن مصنع في اكتساب أهمية. هدول الأشخاص شو عملوا؟ عطوا للمدارس أهمية؟ دي ولا جي هن ساهموا في تحقيق الوحدة السياسية؟ ولا بي ساهموا في نشر الأخلاق والثقافة الإسلامية التركية؟ ولا آ ساهموا في رد المغول وفي محاربة المغول ومنع المغول من دخول هالمنطقة؟ طبعا هؤلاء كانوا علماء دين كما نقول وأخلاق، فساهموا في نشر الثقافة الإسلامية والتركية في بلاد الأناضول. انتهت معركة ملازغرد. عبقول الجواب الصحيح هو بي، احنا قلنا الجواب بي، عجب جوابنا صح ولا لا؟ البي شو هو؟ أيوة نشر الثقافة الإسلامية والتركية. الآن في الدرس القادم أناضول دا في الأناضول إلك ترك دولتي وبينك لري كورليور، كورليور تتأسس إلك ترك دولتي أول الدول التركية وبينك لري والإمارات التركية الإسلامية تتأسس في الأناضول، يعني في الأناضول فترة الدولة الجديدة والدول الجديدة والقادات الجدد الذين أرسلهم ألب أرسلان بعد معركة ملازغرد وفتحوا هالمناطق وصاروا قائدة عليها. في الدروس القادمة إن شاء الله نتابع. دمتم بخير، دراسة موفقة. حبذا لو كتبت الدرس على الدفتر الملخص، قرأت درس من الكتاب مرة مرتين، وضعتم دوائر على الكلمات التي لا تعرفونها، ترجمتموها، هيك بتفهموا الدرس بشكل قوي جدا جدا جدا.